أحيانا كثير بنسأل سيدي أو رجل إنه ليش قبلت بفلاني أو فلان، وبيكون الجواب لأنه بيحبني كثير. طيب وأنت؟ إنه حد يحبك كثير مش سبب لنجاح العلاقة، لأنه الحب من طرف واحد وصفة سحرية لتفسخ العلاقات ودخول الآخرين عليها. نصيحة: إن لم تجد نصفك الذي يليق بك فاحذر أن ترضى بأي نصف آخر، لأن تعاستك ستبدأ من هنا عندما ترضى بما لا يناسبك.